أسدل الستار على الدورة الثانية لمهرجان تفسد للسينما الأمازيغية المغاربية المنظم من طرف جمعية أناروز بمدينة تفروت، مع إعلان لجنة التحكيم المكونة من أساتذة ونقاد سينمائيين وفنانين نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان. وهذا البرنامج ديال هذه الدوره عرف مجموعه من مسابقتين، مسابقه ديال مهرجان تفسد الاولى اللي كتستقطبنا واحد المجموعه من الافلام اللي شاركت في هذه المسابقه اللي هي سبعه افلام، من بها افلام امازيغيه ريفيه واطلسيه وسوسيه اللي كتبارع على جوائز المهرجان ديال هذه الدوره اللي هي جائزه تفسد او جائزه احسن فيلم او اخراج، وجائزه سيناريو، جائزه احسن ممثله، وجائزه احسن دور ممثل. الدور المخرج احمد بيتو. ليا الشرف باش نحز على الجائزه الكبرى ديال المهرجان ديال تفروت ديال تفسد. هذا واحد التويج ديال فريق العمل سواء التقني ولا الفني اللي اشتغلوا يعني ضرب تمره باش يخرج الفيلم في حله يعني تكون عالميه، وهذا الشيء اللي بغيناه في الافلام الامازيغيه، يعني نحاولوا نخاطبوا العالميه من خلال تراث الهويه ديالنا الثقافيه الامازيغيه. مهرجان جد مهم لانه اللي خدا ك تخصص في السينما الامازيغيه، هذه السينما الامازيغيه اللي بالنسبه لي كتشهد واحد النوع من يعني من عدم الاهتمام وما كتعطاهاش يعني الاهتمام اللي خصها، في حين ان الدوله مثلا وكاين لجان الدعم للسينمات اخرى ربما هي سينمات مهمشه ولا نذكر شنو هي كتعطاها دعم مخصص لها، في حين ان السينما الامازيغيه اللي بدات هذه مده طويله ما كتعطاهاش لا الدعم ولا الاهتمام اللي خصها تعطاه لها. مدينه تفراوت العزيزه علينا اللي كنحبوها وكنجيو اي 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 مهرجان، جينا في المهرجان الدوره الاولى ودابا جينا في الدوره الثانيه وكنتمناو من الله يبقى مستمر. هذا المهرجان كيلعب واحد الدور مهم في الرفع من المستوى ديال السينما الامازيغيه بالمنطقه، وكذلك البحث عن اليات وعن توصيات وعن طرق اللي نقدر نخدموا افلام سينمائيه اللي ترقى المستوى ديال الجمهور، وكذلك اللي نقدر نشاركوا بها في مهرجانات وطنيه ودوليه. نجاح مهرجان تفسد للسينما الامازيغيه المغاربيه ببلده الوزراء فتح شهية المنظمين للاستمرار في تنظيم دورات مقبلة أكثر إشعاعا وانفتاحا على المستويين الوطني والمغاربي.